سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، حيث نستمر بإرسال وبث الرسائل الإعلامية من بعثة الحج الأردنية وفريق الحقيقة الدولية المكون من الزميل مروان إشحادة والزميل عادل الرفايعة وكذلك الزميل وليد إشنيكات. يسرني أن أكون معكم أنا زكريا الشيخ، وهذه المرة نرى المسجد الحرام بصورة بانورامية جميلة جدا من أعلى المسجد، حيث نرى البقيع وهذه المقبرة العظيمة المقدسة، مقبرة الصحابة التي دفن بها ما لا يقل عن 10,000 صحابي في مقبرة البقيع، ونرى كذلك مآذن المسجد النبوي. نبدأ أخي مروان بالمآذن، كما نرى مأذنتان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمان مآذن كبيرة، ونرى باحة المسجد النبوي حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر سيد البشرية المصطفى الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه صورة خاصة وحصرية برفقة زملائنا أيضا من التلفزيون الأردني الذين يقومون الآن، نقوم بمعيتهم وسويا كذلك بتصوير المنطقة. طبعا هذه صورة من الأعلى، من أعلى الفنادق الموجودة والمطلة على المسجد النبوي الشريف، حيث نرى صورة المسجد كاملة ونرى زملائنا في التلفزيون الأردني كذلك. هنا تحية كبيرة للزملاء في التلفزيون الأردني، ويعني إذا أحبوا أن يتحدثوا أي شيء الله يحييك. نعم حياك الله زميلي، الله يعطيك العافية، يعني جهود مشتركة إن شاء الله. نعم تكون الله يعطيك العافية. شكرا شكرا دكتور، كيف العالم؟ السلام عليكم، الله يحييك، كل عام وأنتم بخير. طبعا هو خير على الجميع برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم حياك الله، وندعو للأهل جميعا بالخير يا رب العالمين. شكرا شكرا لك. وكذلك محمد مبيذي مصور من التلفزيون الأردني. طبعا احنا بهالمتعة ومطلع قاعدين على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبندعي يعني انه كل حاج حاب على انه يحج انه الله يوفقه ويتمنى له الخير ويسر الامور ان شاء الله. طبعا بعثة الحج الاعلامية مكونة من التلفزيون الاردني، وكالة الانباء الاردنية بترا، وعدد من طبعا الصحف اليومية، ونحن حقيقة مثل الاخوة بل اخوة حقيقة، وفريق عمل واحد التلفزيون السوداني كذلك معنا هنا. السلام عليكم. مرحب بالتلفزيون السوري. سوري، نحن سعداء بالتلفزيون السوري. احنا التلفزيون الاردني الحقيقه الدوليه. نعم نحن سعيدين بكم، ونحن يعني كلنا عرب وكلنا مسلمين، ونحن سعيدين جدا جدا انه نلتقي بكم في هذه البقعه الطاهره، وسعادتنا اكثر انه عدساتنا تلتقط اجمل صوره. يعني انا بالنسبه لي كمصور تلفزيوني هذه اجمل صوره التقطها، الا وهي قبه الرسول صلى الله عليه وسلم ومقبره الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه اجمل صوره وانا اعتز بها جدا جدا، ونحن سعيدين بكم وسعيدين بالاخوه في تلفزيون الاردن كذلك. نعم الله يحييك. الزملاء طبعا نستمر مع، لو تكون الصوره هنا الخلفيه، تفضل تفضل. مستمرون مع الزملاء في التلفزيون السوداني. اسمك الكريم؟ خالد بشير، صحفي بقناه الشروق السودانيه. قناه الشروق السودانيه، حياك الله. مرحبا بكم في تلفزيون الاردني الشقيق الحقيقه الدوليه. شكرا لكم، وانتم تتابعونا وتنقلونا للمشاهد الأردني بالصورة الحية وبالكلمة الكلمة الحقيقية الصادقة مشاعر المسلمين في المدينة المنورة. نحن الآن من أعلى منطقة التي ينقل عبرها تلفزيون الحقيقة الأردني للمسلمين وللعرب عامة مشاهد من المسجد النبوي الشريف البقعة الطاهرة. لكم التحية ولكم شكرا. أفضل الحديث شكرا منا. شكرا لتلفزيون الشروق، ونستمر سويا أخي. يعني دعنا نعمل شرح سريع يا حبذا لو الأستاذ مروان. تفضل أخي مروان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي الحقيقة الدولية في كل مكان. يعني هذا المنظر البهي الجميل من أمام مسجد النبوي الشريف، حيث جموع المصلين الذين يأمون هذا المسجد من حجاج بيت الله الحرام، وكذلك الزوار للمسجد، كما تشاهدون المآذن والقباب، وتشاهدون أيضا المظلات التي تقي الناس في الساحات من حر الشمس، وهناك
العديد. يعني ما أجمل هذا المنظر يعني، ونحمد الله أن سمحت لنا هذه الفرصة للاطلاع على مسجد النبوي من أعلى عمارات التي تحيط بالمسجد النبوي الشريف، يعني مقابر الصحابة رضوان الله عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الصحابة. يعني هذا المنظر الإيماني الجميل فعلا يعني يعطينا قدرة من رؤية المنظر، الخباب الخضراء والمظلات البيضاء، منظر عجيب، فن عمارة إسلامي متقدم جدا. سنبقى معكم أعزائي المشاهدين في هذه اللحظات وهذه الساعات الطيبة المباركة، كما تشاهدون مقبرة البقيع التي دفن فيها الصحابة وعلى رأسهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان وبقية الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم من المسلمين. يعني البعض يتبرك بهذه المقبرة ويدفن بعض المسلمين في السنوات السابقة، ولكن الآن على ما يبدو لا يوجد أي مدافن جديدة، بالإضافة للقباب والمظلات اللي داخل الساحات التي تحيط بالحرم. كما تشاهدون السطح أيضا يتسع لآلاف المصلين، وتغلق المظلات ما بين القباب تلقائيا حتى يتم طبعا حتى يتم إيقاء الناس من الشمس، من حر الشمس. هذا المنظر سبحان الله يدلل على عظمة الإسلام. ونعم، والآن نحن نشاهد قبة الخضراء التي يخبع رسولنا صلى الله عليه وسلم فيها، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة في هذا المسجد النبوي الذي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. يعني من اليسار ننظر ومن أمامنا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي الذي قال عنه الرسول في الحديث الشريف: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، وصلاة في المسجد النبوي الذي ننظر إليه تعدل 1,000 صلاة، وصلاة كذلك في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة. ومن المنطقة اليمنى نرى كذلك جبل أحد، جبل أحد الشهير والمعروف بمعركة أحد. هنا ننظر إلى القبة الخضراء كذلك كما نرى في الصورة، صورة القبة الخضراء، وهي بالتأكيد قبة الرسول وقبر الرسول هناك في المنطقة المتوسط. نرى من الجهة اليسارية نرى كذلك مقبرة البقيع، وهي المقبرة المدفون فيها ما لا يقل عن 10,000 صحابي أجلاء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا للمستمعين الكرام، وبهذا نأتي إلى ختام هذه الرسالة.